مرحبا واهلا وسهلا بكم في الحلقه الثانيه من سينو جيم، هذه المره مع ميس باندا وشواتر. سينو جيم طبعا هو سيجمنت بيخلينا نتعرف على لاعبينا المفضلين بشكل افضل باسئله واجوبه. خلونا ننتقل الى فقره ليديز فيرست. ميس باندا شو اخبارك؟ كيف يومك ماشي لحد الان؟ الحمد لله، انت كيفك؟ هون مبسوط معك ومع شواتر. جاهزة للأسئلة اليوم؟ جاهزة، وأنا كمان مبسوطة بوجودي معكم. أوكي شواتر، شو وضعك اليوم؟ وين أنت مختفي يا زمان؟ أنا شفتك آخر مرة في سوبر دوم بتهيألي، وين أراضيك؟ لا وين؟ كنت ضليت مع يلا ولعبنا الأوف سيزن، بعدها دخلت فريق يونيتي فزنا 6-1. أنت غايب عن السين مش أنا. لا هاي انا قصدي بيني وبينك، مش السين بعرف ومتابعك، والسبلت تبع يونيتي يعطيكم الف عافيه بصراحه، سويتوا شيء فكرته مستحيل. كيف عملتوها يعني؟ مش عارف. والله براكتس وشو اسمه، يعني تعبنا كثير يعني كانديفيدوال كخمسه، لانه كنا ميكس وداخلين جديد، وتفوز على فالكونز كان وقتها يعني شيء صعب كثير، لانه فالكونز معروف كان من سنتين زمن جنين دومينيتنج ذا سين. خلونا نبدأ بالأسئلة على طول، والسؤال الأول موجه لشواتر من علاء المقداد، بيقول لك كيف رحلتك في عالم الجيمينج والاحتراف، وهل في حدث معين صار بحياتك خلاك تحكي أنا حصير برو بلاير؟ بحياتي بالاحتراف ما كنت متوقع بيوم الأيام أني أوصل الاحترافية، لأنه أنا كنت يعني كإنسان طبيعي عايش في الشرق الأوسط، دراسة شغل وما فيش إشي ثاني يعني تسويه. فبوقت الكورونا كان الأوضاع أنت عارف كيف كانت، يعني الأوضاع بشكل عام كانت مدهورة، وضع غريب كان. نزلت فالورنت، أخذت فرصتي فيها، ظليتني ألعبها، صرت ألعبها مع الفريندز، فزنا كم تورنمت، واحدة ثنتين، بعدها أخذتنا أورجانيزيشن، هون بلشت الاحترافية، بعدها بطولة ورا بطولة، بنفوز وبنخسر، ولحد الآن مكمل في السين أز بروفيشنال بلاير. والله يعني كثير مسهل الحياة. والله دخلنا فزنا على الكل وبطولات وأورجز إجوا وصرت لعيب وأخذنا المركز الأول، الحياة سهلة، شو حناكل اليوم؟ أوكي يعطيك العافية. لا لا طبعا صعب حبيب. مس باندا في سؤال لك من نور ماد، بيقول أو بتقول كيف تجمعي بين حياتك المهنية، حياتك المهنية كلاعبة، وحياتك الزوجية، كيف تعملي بالانس؟ والله كتير صعب منازين بين حياتي الزوجية والبيت وفالورنت وسكريمز، كتير صعب سينس الصبح لبالليل كله شغل 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 شغل. واو يعطيك العافية، بس يعني كيف تتعاملي مع الأولويات؟ يعني خاصة كبرو بلاير عليك ضغط كبير تو بيرفورم، في عندك سكريمات، في عندك براكتس، نفس الوقت بتفكري بشغلك الثاني، بتفكري بهالأشياء، يعني كيف تتحملي كل هالضغط؟ والصراحة ضغط كتير، بس we can't say like we're managing. أوكي متواضع متواضع. مس باندا بتحكي أنا قوية بس بطريقة متواضعة. طيب خديك، شكراً. يعطيك العافية. شواطر عمر جودة بيقول لك شو الأيم روتين تبعك؟ ديث ماش بس، بلعبش أي أبليكيشن ثاني، كنت بس بطلت حالياً، بس ديث ماش والرينج باللعب. اها حتعمل لي زي كيوبس اللي بيدخل بيلعب 50 دث ماتش؟ شو يعني دث ماتش؟ بتلعب لا جيم واحد؟ لا ماكسيمم 15، يعني اكثر من هيك بحس اوفر كيل. اوكي باي ذا واي مس باندا، ليث خليل ما عنده اي سؤال بس حاب يحكي لك باندا از ذا بيست، شو بتحبي تحكي لليث؟ هيز ماي بيست دو الصراحه. اها شكرا على السبورت ليث، ثانك يو. اوكي على الانستغرام هذا اسمه صعب مشت ناوي يا شواتر، بيقول لك كيف ممكن اصير زيك لعيب؟ بدك تحضرني على الستريم وشو اسمه؟ حلوة. بدك تلعب ديث ماتش. اوكي يعني تابع شواتر اتعلم بنفس الوقت. العبوا ديث ماتش. تابع يعني انديفيدوال، ما تتابع بيرسوناليتي. اوكي فير. مس باندا من تويتر عندنا ام سيو ولا مسيو، Why Miss Panda and not Miss Kitty Cat؟ على اسمك ليش اخترتي هذا الاسم ومش Miss Kitty Cat؟ والله الصراحة مو أنا اللي اخترت الاسم، كانت أمي. والله كل مرة we have in a meal like غدا وعشاء بيجيني نوم like نوم فظيع. يعني بتخلصي أكل وخلص. باندا على جنب. باندا كانت دايما
طبيعي، انت مو انسانه، انت باندا. That's how is باندا not مسكيتي. فقررتي تتقبلي هذا الشيء وتحوليه لاسمك في اللعبه. Very nice، يعطيك العافيه. شكرا. شواطر عمر جودة ومهند اكس كود، هم الاثنين مع بعض على انستغرام بيقول لك متى بدنا نفرح فيك، متى حتتزوج يا شواطر؟ والله بصراحة ترى الفكرة في راسي، يعني ترى أنا مش صغير، عمري 27 سنة. العمر كله يا قلبي. يعني واحد من الجولز عندي أني أسس عائلة يعني. يلا أمتى؟ عندك تايم لاين؟ مش تايم لاين، يعني هي لما تكون حياة شوي كونسيستنت معي، وإن شاء الله ما بلش الخطوة يعني. أوكي أوكي، إن شاء الله. إن شاء الله. خلونا نشوف الله. شوفي كمان أسئلة. إكس ويب ماستر أهلا بسأل. I think هذا سؤال معين لحد فيكم، انا مش فاهمه، ممكن انتم تفهموا ليه سحب علي النظاره؟ شو يعني هالجمله؟ في حد فيكم بحكي فاهم؟ عني انا شو يعني هاي؟ بحكي انه ليش انا متصور وشالح النظاره يعني. هو ما بيعرف انه بالاستوديو لما تيجي تصور تاخذ صوره للفريق او صوره شخصيه، العدسات بتعكس. اوكي ويت، في سؤال ثاني. لا ممكن نطلع فوق. ايوه لالك يا مس باندا، برضه من اكس ويب ماستر، كيف تعملوا الطاجين المغربي ولماذا؟ ما بعرف ليش لماذا، I think عشان يأكلوا، بس نخليها هي تجاوب. يعني حتى لو اديت له المقادير الصف يونتي بي مرة الطبخة. لا Sorry. أكيد في لمسة أنه هو أنا مروكن، بس احكي لنا يعني كيف كيفية عمل الطاجين المغربي. لا لازم تكون مغربي. ممنوع يعني هذا السر؟ هذا السر، اللمسة في أنك مغربي. واو واو أوكي خلص، سر ما بنقدر نعرفه. شواطر من تويتر فالكون فولز بيقول لك شو طبخين اليوم؟ والله لسه ما بعرف، لسه ما اكلت، لسه ما اكلت يعني، بس انا اكلي معروف يعني دجاج ورز بس. وبعدين بتصير باندا انت كمان صح؟ لا لا مش باندا. انت مش باندا اوكي. انا رياضي، انا صرت هسه. لا لو زمان بقول لك كنت اسوء من باندا كمان. اوكي كنت بس نايم. شوتر او شواطر صار الشاب الرياضي. ننتقل لتويتر شيفو 16 بسال What was your first tournament and what was your first team playing with them as pro player Panda؟ سؤال لك. Like شو أول بطولة like شاركتي فيها؟ VCT game changer obviously. أنت دخلتي على game changers على طول، ما في بطولة هيك من إنترنت كافيه بالمغرب. لا على game changer على طول، احتراف على طول. أوكي يعطيك العافية. شو كأول الفريق first... وشو ال... صح، كأول first team as a pro player كانت Fox Gaming. مرة كان تيم نعرف ومعروفة فوكس. عندنا بالمينا ريجن. يس كانت أول فيميل تيم بالمغرب. يا وشو عملت so. بالبطولة؟ ولا شيء. بس هيك أوكي فير 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 بس هيك. شواطر عندك XO Wanky على تويتر بيقول لك إيش فريق أحلامك؟ يعني أنت هلأ بدك تبني فريق، أنت اللاعب الأول بدك تجيب أربعة معاك عشان تكسروا السين، مين اللاعبين؟ يعني إذا عرب ولا أجانب هون السؤال؟ يعني السين. لو بدنا أجانب هاخذ فناتك بصراحة يعني. لا شوف يعني لا لا خذ القوانين اللي موجودة عنا في المينا، أتوقع عندك 2 إمبورت مسموحين لك أو أكت أو ثلاث مش متأكد، وابني هالفريق 2 إمبورت. يعني ما هاخذ، ما حجبني بصراحة. إذا مينا على أساس إنه السين عندنا هون مينا، راح أجيب مو أكيد، راح أجيب كوغيو، كوغيو راح أجيب زيمو، زيمو راح أجيب مابوتشي. طبعاً هذا البروديجي ومابوتشي، وراح أجيب أفز. أفز أوكي، يعني أفز وأتوقعت إنك تحكي، بس يعني حسيت الاختيارات أكيد جميلة، بس وين ال وين الكيوبس؟ وين الشباب الثاني؟ وين شنايدر ولا لا؟ يعني شو اللي خلاك تختار هالأسامي بالضبط؟ هذول لأنه لعبت معاهم وبعرف انهم individually too good. يعني اوكي الباقي الشباب عندهم ستاس تعونهم، بس انا هذول لاني لعبت معهم شخصيا، فهذول الناس اللي احط فيهم trust full. اوكي اوكي جميل. بالاحرى خلصت الاسئله السهله وحان وقت التحدي. رح نلعب يا جماعه شواطر versus مس باندا في الرينج، مين رح يجيب اعلى سكور؟ خلص وقت الأسئلة السهلة والتويتر وشو أكلت اليوم وبدي أصير لعيب. لا هلأ مس باندا وشواطر رح يتحدوا بعض مين حيجيب كلات أكثر. جاهزين؟ جاهزين. 3
2 1 جو. منسف ولا طاجين؟ بسرعه بسرعه. منسف. فاندل ولا فانتوم؟ فاندل. وان تاب ولا سبراي؟ وان تاب. باندا ولا بولر بير؟ بولر بير. شواتر ولا شوتر؟ شواتر. وايرد اور وايرلس؟ وايرلس. ايس بوكس ولا بريز؟ ايس. البوت اللي على اليمين ولا اللي على اليسار؟ مش قادر. ليد اور فولو؟ ليد. فولو. سولو كيو ولا تيم؟ سولو كيو. اوكي تايم از اب تايم از اب. ممكن تحكوا لي سكوراتكم؟ شواتر قديش سكورك؟ 13. باندا قبلها 17. ويت 13. بوث اوف يو ار 13. طب يعني لمين احكي هارد لك؟ اي جس مبروك لكم انتوا الاثنين، لكن بحب احكي لكم انه شنايدر وصل ال 17 في الحلقه السابقه، لكن هارد لك لانكم خسرتوا من شنايدر، لكن بنفس الوقت مبروك انكم انتوا الاثنين اتعادلتوا اليوم. شو رايكم بالبرفورمانس؟ مبسوطه بسكورك 13 يا باندا؟ از ات جود ولا لا؟ لا طبعا. لا ليش حلوين 13؟ يعني انا كنت كثير مزعج بصراحه، يعني ما ساعدتكم بصراحه. ازعاج ولا لا؟ ما قدرت افوكس. انا لك كنت بضحك بصراحه يعني على مي تو، بتخيل السيتويشن اللي صار قبل، فهمت؟ ولا هذا معناها انه انا سويت شغلي بطريقه صحيحه. بحب أشكركم كثير مس باندا وشواتر على هذه الحلقة الرائعة، استمتعت كثير معكم. وهذه هي أعزائي المشاهدين، لا تنسوا متابعتنا على السوشيال ميديا، وسنراكم المرة القادمة.